بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، بدي وعلى بركة الله. اليوم إن شاء الله راح نشوف الباكيج مانجمنت. الباكيج مانجمنت في أي توزيعة لينكس مبنية على نوعين أو فيها فئتين. الفئة الأولى هي المبنية على الـ RPM، Red Hat Package Management، ولا الفئة الثانية اللي هي دب اللي هو هذه لايك ديبيان، تسيبوا فيها اوبنتو مثلا، تسيبوا فيها العديد من التوزيعات اللي مبنية على ديبيان. في الجهة الأخرى تسيبوا مثلا، أنا تسيبوا ريد هات، كذلك في سانت أوس المشهورين، أوكي، في فيدورا مثلا، في على ما أظن حتى أرك لينكس يستعمل أر بي إم. أوكي، هذه بس نبدأ أولى عن استعمال الحزم في التوزيعات بصفة عامة، لكن احنا اللي يهمنا في تحضير شهادة RCSA هو كيفية التعامل مع الحزم من نوع RPM، حزم من نوع RPM. وفي هذه الحالة عندكم طريقتين للتعامل معهم، أمرين اللي هو يوم أو RPM في حد ذاتها هي أمر موجه للحزم. الفرق بيناتهم، الفرق بين الأمر الأول والثاني، أن هذه يمكن أنها تعمل لك dependency management. معناتها إذا كان عندك الباكيج الأول مبني على باكيج ثاني وباكيج ثالث، والباكيج الثالث مبني على الباكيج الرابع، والباكيج الرابع مبني على الباكيج الخامس مثلا، إذا عملت يوم انستال للباكيج الأول، هي بنفس الكوموند راح تعرف أنه ينقص البي 2 والبي 3، راح تروح تعمل انستاليشن للبي 2 ولا تثبيت للبي 2 والبي 3. لما توصل للبي 3 راح تعرف أنه لازمها البي 4، والبي 4 لازمها البي 5، وهكذا حتى يكمل تكمل كامل السلسلة. لكن إذا حبيت تدير نفس الشيء باستعمال الـ RPM، في هذه الحالة لازم تروح بالشكل العكسي، معناتها أنك تقوم بالتثبيت هذا أولا، بعد تثبت هذا ثانيا، هذا ثالثا، وهذا رابعا، واخيرا هذا خمس، واحد بواحد. اوكي، هذا الفرق بيناتهم. لكن من الاحسن ان واحد يستعمل اليوم، من الاحسن استعمال اليوم. لكن شو الشيء اللي يخلي اليوم في هذا المرونه؟ هو استعمال ما يسمى بالريبوزيتوري. شو معناتها؟ معناتها انه كل الباكيجز اللي تحتاجهم راح تعملهم فولدر، وهذا الفولدر راح تعمل له ببليكيشن على النتورك ولا حتى على الانترنت، مش مشكل حتى على الانترنت. اوكي، هذا الشيء راح نشوفه الان في هذه الحصه ان شاء الله، كيف نتعاملوا مع اليوم وكيف نتعاملوا مع ريبوزيتوري. اوكي، هذا موضوعين اليوم بصفة عامة. اوكي، خلينا نبدأ باليوم. لما نتكلم على توزيعات لينكس وبالاخص ريد هات اغلب الناس لما تتكلم معاه يقول لك لا، ريد هات مدفوع. اي توزيعات لينكس هي مجانية، الشيء اللي راح تدفع عليه هو الدعم الفني ولا السيبورت، الدعم الفني ولا السيبورت، ويكون غالبا بالسنة ولا بالسنتين ولا بالثلاث سنوات. معناتها لما
يكون عندك ما يسمى بالسبسكريبشن وليست لايسنس، لأنه حتى كلمة لايسنس في عالم الأوبن سورس ما عندها معنى. أوكي، اللايسنس بمعنى البروب لايسنس اللي مستعمل مثلا في مايكروسوفت أو في أوراكل، هذا شيء ثاني. هنا بنتكلم عن سبسكريبشن. اوكي، هذا السبسكريبشن يمكن في اي ريد هات ديستريبيوشن تستعمل السبسكريبشن مانجر من اجل تسجيل سيرفر او اعاده تسجيل سيرفر، الغاء التسجيل لدى سيرفر، كل هذا بالسبسكريبشن مانجر. اوكي، الآن إذا كان عندك مثلا ما عندكش الأكسس للسبسكريبشن وحبيت تتعلم ريد هات، كاين شيء ثاني اللي هو ريد هات ديفلوبر، حكينا على هذه. واحد يدخل بالإيميل تاعه وياخذ سبسكريبشن من أجل التطوير، وهذه عندك فيها أكسس لكل ريد هات ريبوزيتوري مجانا. اوكي، لكن ما عندك دعم فني، ما عندك سيبورت. الشيء الثاني، يمكن انك انت اذا ما عندك اكسس على انترنت، ما عندك اتصال على الانترنت، يمكن انك تنشا ريبوزيتوري عندك في في السيرفر. كيف تنشا؟ لازم يكون عندك مثلا دي في دي كامل تاع ريد هات، وتعمل ماونت لهذا الدي في دي، وتعمل كونفيجريشن. راح نشوفوا هذا بهذه الطريقه كيف يمكن. مثلا واحد عنده ريد هات، جاب دي في دي على ريد هات. اوكي، دي في دي ريل دي في دي. اوكي، طريقه من اجل انه هذا تجعله ريبوزيتوري لوكال، شو راح تعمل له؟ تعمل له ماونت. بعد نرجع على ماونت، معناتها يصبح اكسسبل من السيرفر عندك على اي على اي فولدر. اوكي، من بعد يجب انشاء فايل في الاس يوم ريبو دوت. اوكي، وتبعث هنايا الفايل نتاعك. الفايل من المفروض انك انت اللي تقوم بصناعته. راح نشوفه هذه على في اكزامبل. اوكي، وقبل ما نشوفه راح نشوفه هنا على هذه ماكينة مثلا مسجلة على ريد هات. اوكي، سبسكريبشن مانجر ستيتوس. اوكي، ونشوف ستيتوس، يقول لي باللي كورنت. اوكي، ومعناتها هذه تجيب كل الاشياء نتاعها من انترنت من عند ريد هات. يوم ليست هي الكوماند اللي تعمل لك مسح على كل الحزم الموجودة على السيرفر اللي عندك، أو معناتها مثبتة أو أصلا غير مثبتة على ريد هات ريبوزيتوري. إذا عملنا هيك راح تشوفوا، يشوف سبسكريبشن مانجمنت، يشوف إذا فيه تغييرات على الميتا داتا، وتشوفوا هنايا مثلا هذه شو معناتها. معناتها هذا اسم الباكيج، الفيرجن، ومن اي ريبوزيتوري راح نجيبه، من اي ريبوزيتوري راح نجيبه. هذا الريبوزيتوري تصيبوهم في يوم تريب. اوكي، وهنا كل ريبوزيتوري عنده معناتها نقدر نشوف. انا مثلا هذا نشوفه لهنايا، اخذ مثلا اوبل اللي هو أكثر استعمالا. بل هي abbreviation extra package for enterprise Linux.
ريبو، وهنا تشوفوا فيها يبدأ اسم الريبو، اوكي، اللي راح يظهر لما تدير يوم ليست. بعدين عندك اشياء اخرى اللي هي انيبل، معناتها انه الان هذا مفعل يمكن استعماله. جي بي جي تشيك، اوكي، معناتها انه نعمله على قبل ما نثبتوا الباكيج، نتاكدوا انه هذا الباكيج تابع لهذا الريبوزيتوري باستعمال هذا السيرتيفيكيت. الاخرين ما يهمنا، فيه بيز URL، هذا ثم انت وش لازم يكون عندك على الاقل الاسم، يمكن حتى تضيف نيم هنا في ديسكريبشن، اوكي، البيز يو ار ال، مين رايح تجيب الباكيجز، كما هنا هنا قادر تكون اتش تي تي بي، قادر تكون اف تي بي، قادر تكون فايل. ولما تكون هنا فايل معناتها عندك ريبوزيتوري لوكال، عندك ريبوزيتوري لوكال، ما راح تروح على سيرفر ويب. انيبل معناتها انه مفعل، جي بي جي تشيك تفعيل خاصيه فيريفيكيشن على الباكيج، وفي حاله استعمال جي بي جي تشيك لازم تزيد جي بي جي كي، اي فايل ولا اي سيرتيفيكيت رايح تستعمله من اجل الفيريفيكيشن. نعيده، هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه، اقل أضعف الإيمان. إذا رجعت هذه واحد بدل من الصفر، إذا فعلتها لازم يكون الجي بي جي تشيك اللي هو مفعل أصلا باي ديفولت، هو مفعل أصلا، إذا ما حطيته هو مفعل. إذا شوف هذا ال هذا ال chrome.conf وعندكم جي بي جي تشيك مفعل اصلا، اوكي، جي بي جي تشيك، معناتها اذا انت ظنيت انك راح ما تحطه على الفايل configuration فايل، معناتها ما هو مفعل، هو مفعل باي ديفولت. خذوا حذركم من هذه، معناتها انه اذا حاب تعمل له ديزيبل لازم تعمل له صفر هنا على الفايل اللي تستعمله. إذا رجعنا على هذا الماكينة اللي هي ماكينة الـ RHCSI، راح نشوفه دوت ريبو، ما فيه فيه بس انت عراد هات اللي هو أصلا فارغ. هذا راح يتم ملئه بمجرد تسجيل السيرفر عند راد هات، راح يكون أوتو جينيريت، أوكي. وإذا حاب تدير أنت مانيوال لازم تنشأ فايل يكمل بكلمة ريبو، هذه مهمة كتير، دوت ريبو، لازم يكمل دوت ريبو. خلينا نشوفه مثلا، راح نكتب أحد يوم، بما أنه هو مبني على الدي في دي راح يسميه دي في دي، أوكي. الشيء الأول اللي راح أعمله أني أعطيه اسم، وهذا أنت حر فيه، أوكي. name description description مثلا DVD content، بعدين base URL، هنا راح ندير له file، وين راح نعمل mount على الفايل اللي أنا مسميه، أصلا راح نسميه DVD، اوكي. enabled هنا جي بي جي تشيك، اعمل له صفر، اوكي. اذا انا متاكد وعندي السيرتيفيكيت يمكن اعمل له اضيف له السيرتيفيكيت. خذوا حذركم، لحد الان غير مستعمل الا اذا كان كاين هذا الفايل وفيه محتوى دي في دي، اوكي. خلوني ارفع الدي في دي على على الماكينه، اوكي،
راح نشوفه هنا. احنا دخلنا على الماكينة، اعمل هيك ونشوف ماونت. حاليا الدي في دي هو داف جراب اسر، ما فيه، راح اعمل له، ما تنسوا ان عملنا هذا. مين جبت هذه؟ جبتها من يون دوت ريبو دي في دي، لانني نقول له باللي كله راح يكون استعمال ثلاثة تري سلاش اجباري عند استعمال الفايل هنا. اذا كان اتش تي تي بي و اتش تي تي بي اس و اف تي بي بس واحد. اوكي، وراح اعمل ماونت داف اسر على دي في دي. اوكي، يقول لك انه ماونتد ريد اونلي لانه دي في دي، هذه ما فيها مشكل. راح نشوف محتوى دي في دي. اوكي، والان المشكل اللي عندي انه الباكيج عندك مكانين، الباكيج كان في الاب ستريم وكان في البيز او اس، كان في الاب ستريم وكان في البيز او اس. معناتها وش لازم نرجع على الفايل يوم دي تروبو دي في دي. قبل في الفيرجن 7 و 6 كنت تحط بس دي في دي وباكيجز، الان مع الفيرجن الجديد عملوا سيبريشن بين الباكيجز الموجهه للسيستم بحد ذاته والباكيجز المتوجهه للابلكيشن. هذه راح استعملها انا، راح اعمل ابستريم. اوكي، وندخل لهنايا ونزيد اب upstream. اوكي، نفس الشيء هنا راح ناخذ كل هذا ونعمله duplication 1 2 3 4 5. راح نجي هنا ونعمل 5 يو يو واعملها بي مباشرة. هذا واحد يربح بها وقت. وهنا اعمل base os ونغير هنايا بيز وس. لازم تحافظوا على نفس الكتاب الموجودة في الدي في دي، خذوا بالكم. ابستريم، انا راح نرجع نتأكد ابستريم كنت غلط فيها. ابستريم هنا الاس ابر والاو اس كاتبوا جيد. اوكي، هذه مراد نستعمله فس، ما هذا ما يبيهم مراد، هذه هنا ما بتهم، هذا بس كتابة ستريم. اللي يهم كثير هو هذا المكان هذا، لأنه هذا مجرد اسم. اوكي، وشكرا على الملاحظة. هذا مجرد اسم يمكن تكتب فيه اي شيء تحب. اوكي، نقدر نديب الان يوم ريبو ليست، وراح تشوفوا بلي عندي اثنين اللي هو ابستريم وباز. اذا عملتها انا عندي هنا في الثاني يوم ريبو ليست، راح تشوفوا عدد هذا هنا، العدد كبير بالنسبة لي. هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة الأولى، الطريقة الأولى. في طريقة ثانية تكون أكثر مرونة، خلينا نقول أكثر مرونة، وهي استعمال يوم كونفيج مانجر. أوكي، يوم كونفيج مانجر شو تعمل له؟ يوم كونفيج مانجر وتعمل مباشرة add rep.
وتعمل مباشرة add repo. اوكي، وتعمل هنا الريبو وين جاي، مثلا فايل حنديرو اي اسم مهم من اجل الاكزامبل فقط، من اجل الاكزامبل فقط. اوكي، عملو راح نشوف شو صار معايا سلاش اي تي سي يوم ذا تريبو، وراح خرج عندك شيء جديد يسموه دي في دي. راح نشوفوا هذا الفايل، شوفه، شوف الشيء اللي كتبته انا مباشرة، جابها مباشرة بدون عناء. لكن واحد اللي مش متأكد من استعمال اليوم، بترجع هنا وش تحط فيه، تحط فيه بس البيز يو ار ال، وتدخل بعدين على الفايل اللي تم إنشاؤه بهذا الأمر مباشرة، وتعمل عليه موديفيكيشن، تصليحات، مثلا تعمل عليه تصليحات. مثلا يمكن الآن هذا راهو إنيبل، هذا راهو إنيبلد، بس يكون فيه مشاكل، لأنه هذا المشاكل اللي راح تكون هنا، أنه هذا ال هذا الفولدر ما فيه. نروح نرجعوا اليوم، اوكي، يوم config manager، اوكي، واعمل disable للريبو، اسمه هو dvd، اوكي، اسمه ديفيد. خلينا نشوفه هنا شو عمل له، صفر مباشرة. إذا عملت يوم ريبو ليست راح تشوفوا باللي عندي بس اثنين، بالرغم أنه إذا عملت ألاس على اليوم دوت ريبو راح يكون عندي ثلاثة ريبو. هذا فهمنا أنه فارغ، لكن هذا فيه اثنين ريبوزيتوري وهذا فيه واحد، لكن هذا أصلا عملنا له ديزيبل باستعمال اليوم ريبو. عشان نعمل له أكتيف إنيبل، يمكن تستعمل هذه ترجعها إنيبل مباشرة، أوكي، ولا الطريقة الثانية هي الطريقة المانيوال، معناتها تدخل على الفايل وتروح هنا وتحمل الوان هنا، اوكي. هذه الان عندنا، ارجع على اليوم ريبو ليست، وهنا عندك اثنين من ال من ال من الفايلات، اوكي، هنا عندك اثنين من الفايلات. هنا راح نشوفوا شيء ثاني، انه شفنا انه يوم ليست راح تجيب لك كل، اذا حاطين تشوفوا هنا راح تشوفوا باللي كل باكيج عنده الاسم ومين جبته اصلا، اوكي. خذوا بالكم بعض الاحيان يكون عندكم جراب، شوفوا هذه معناتها انه تم تثبيت هذا في مرحلة الانستليشن، معناتها هنا ما عندك هذا، راه مثبت من ابستريم في لحظة الانستليشن، اوكي. حسين، جي بي جي تشيك لازم اذا كان عندك مثلا فقط تريد تأكد باللي الباكيج اللي راك جايبه واللي انت حاب تثبته هو باكيج ل
للإنسان اللي بعته لك. مثلا أنت قالوا لك عندك شركة أعطتكم باكيج أبليكيشن تاعها، جعل شكل باكيج وحطوه على الإنترنت وقالوا لك روح جيبوه من الإنترنت. إنترنت أي واحد يمكن يحط عليها باكيج. كيف تتأكد أنت أنه الباكيج اللي جايبه من إنترنت هو الباكيج بتاع الشركة اللي تتعامل معها؟ في هذه الحالة الشركة بتبعت لك GPG file اللي به تعمل الفيريفيكيشن. في هذه الحالة لازم تعمل GPG check. GPG check ما هو مفروض عليك، أوكي؟ ما هو مفروض مثلا حتى في الامتحانات، ولا إذا ما طلب منك شيء أنه لازم يتفعل، حتى ما تفعله ما في مشكلة، ما راح يزيد ولا ينقص في ال... أوكي. الشيء الثاني يوب ليست. كاين شيء ثاني اللي هو يوم جروب ليست، معناتها انه مش بس الباكيجز ولا الحزم، لكن مجموعه من الحزم. مثلا اذا انت حاليا، اذا انت حاليا تتعامل بس بالمود تكست مود، اوكي، معناتها ما عندك جرافيكال انترفاس، في هذه الحاله لازم تقوم تثبيت كل الحزم اللي عندها علاقه بالانترفاس. المشكل انه عدد الحزم الموجهه ولا الباكيج الموجهه لجرافيكال سيرفر هي اكثر من 1000، تقدر تقول اكثر، حوالي 1000. كيف تجيبها؟ مستحيل. فيه باكيج جروب باكيج هو سيرفر with graphical interface، graphical user interface، وهنايا تحط لك مباشرة. شيء ثاني مثلا إذا حاب تستعمل الكونتينر، حاب تخدم مثلا بودمان، راح نشوفوها مثلا في آخر بودمان، هذه الحالة وش راح تدير؟ عوض ما تروح تعمل installation package by package، تروح مباشرة الكونتينر مانجمنت، في هذه الحالة راح يعطيك كل الحزم اللي عندها علاقة بتنظيم الكونتينر على السيرفر. إذا كنت حاب مثلا development tools، إذا حاب network server مثلا NFS Samba scientific support، إذا حبيت تعمل installation air language security tool smart card tool، كل شيء وعنده. يمكن مثلا إذا حبيت أنا يعني نعمل group info على، راح ناخذ مثلا container، okay. اوكي، وهنا راح يكون عندك مونداتوري، هذا الثلاثه الباكيج راح يحطهم هذا الجروب اللي هو بويلدا كونتينر نتوركينج بلوجين اند بودمان، وعنده اوبشنال باكيج اللي هو بي اس تولز. اوكي، يمكن مثلا عوض ما تشوف الجروب نروح نشوف مثلا الباكيج بحد ذاته، راح نشوفه هذا، وفي الباكيج يعطيك اكثر معلومات على الباكيج، مثلا شكون هو السورس من، عفوا السورس من، اذا حاب تجيب السورس نتاعو، الفيرجن اللي عندك، الاركيتكتشر اللي راح سبورتد، السايز نتاعو، جبته من اي ريبو، إذا حبيت تدخل على السيت اللي عنده علاقة مع هذا الباكيج، اللايسنس نتاع الاستعمال، وهنا يا ديسكريبشن على هذا الباكيج مثلا. هذا راح، إذا مثلا أنا عارف أنه مثلا عند اسم باكيج لكن مش متأكد من الاسم، بود مين بود مان، يوم سيرش هنا اعمل يوم سيرش بود مان واعمل
قمنا حتى على اوكي، وهنا يكون عندك كل الحزم اللي عند تبدا بود بودمان، يقول لك هذا بودمان تسمع بعض ال هنا تشوفوا باللي هذا الباكيج اصلا هو بودمان، لكن هذا شيء ثاني، مثلا هذا بايثون عنده علاقه بودمان، معناتها هذا السورس مستعمل فقط على الاسم، حتى على الديسكريبشن في الفايل، حتى على الديسكريبشن في الفايل. الان اذا حبيت انت تعمل تثبيت للباكيج يوم انستال مثلا HTTPD MySQL IU عشان يكون تثبيت مباشرة، أوكي. وهنا هذه حالة اللي فيها يمكن ثبت بها. أنا يمكن تعمل ريموف كذلك، نفس الشيء ريموف راح يعمل لك ريموف على الباكيج اللي عملته. فيه يوم أبديت اللي تشوف لك التحديثات اللي حاليا كاينه في هذا الدي في دي، ما راح تصيب فيه تحديثات، راح نشوفه اذا عندنا تحديثات على هذا السيستم. اوكي، مثلا هذا فيه، شوفوا عدد الابديت اللي فيه، يمكن تشوفه هنا لازم تعمل، وراح نخلي واحد الابديت ونروحوا على السي الثاني. كاين شيء كثير مهم في اليوم اللي هو يوم هيستوري، اوكي، وتعطيك الاستوري على، ويمكن حتى تشوف الاستوري نتاع الاي دي. مثلا راح نشوف استوري، يقول لك في هذا استعمل الانستال يوم انستال ابديت HTTPD، والباكيج اللي تم عمل الانستالشن عليهم هو ARP APR Util HTTPD مود ابي، كلها عملها. وعندك هنا ملاحظة على مين جابهم هذا الباكيج، اوكي، مين جاب هذا الباكيج. فرضا اني حاب ارجع على هذا، شو تعمل؟ بس هنا تعمل له اندو، راح نشوف هنا بس هات اندو على الثالث اللي قمت، لأنه أصلا قبل ما كان كائن الثالث راح يعود، أنا عملت ريموف بهذيك راح يعود انستاليشن من جديد. إذا عملت ستوري هنا من جديد راح تشوف أنك عندك الأربعة هي أصلا، وش نشوف؟ هي عملت انستال، لكن انستال هذا اللي عملته على البيز تحت. إذا عملت ستوري اندو على الأربعة معناتها راح ألغي هذه العملية اللي كانت أصلا انستليشن، راح يعمل فيها الآن ريموف على الباكيج. هنا يمكن تحط اسم الباكيج مباشرة، مثلا إذا عندك الباكيج، خلينا راح نشوفوها بعدين، هذه اسمها الموديولز، لانه هذه فيها موديولز، الموديولز في الموديولز راح تشوف شيء ثاني، اوكي، راح نشوفوها في الموديولز. هذا فيما يخص استعمال، احنا كي نتكلموا على الموديولز هذه حكايه اخرى، اوكي. مثلا ناخذوا يوم موديول ليست، هالحالة راح تشوفوا الموديول اللي عندك
وإذا شفت بوستجريس مثلا راح تشوف أنه عندك version 6 and 9.6 بوستجريس 10 و 12، لكن الديفولت هو العشر. الديفولت هو العشر. احنا هنا نتحدث على على سؤال علي اللي قال كيف واحد مثلا الان عوض ما يعمل انستليشن على 10 يروح يعمل انستليشن على 9.6. في هذه الحالة أنا يمكن أعمل إذا شفنا by example, for example هذا عندي في البيرل مثلا عندي 2، عندي الفيرجن 5.24 وكاين .20. هذه الأشياء اللي تخليك تعرف تعرف كيف تعمل installation على الـ على الـ different version اللي محطوطين على على الـ أي package، على أي package. مثلاً الآن إذا حبيت أعمل version معين في هذه الحالة وش لازم؟ لازم بس نعمل يوم موديول انستال مثلا بير وعمل عليه 5.24. اوكي، وهكذا راح اروح على 5.24 مباشرة. اذا شفنا الاكزامبل اللي شفته انت يا مود بودمان، إذا كاين عندنا كل ليست للأسف ما عندناش، لكن إذا كان عندك بودمان عدة كاين طريقة تانية. إذا ما كانش موديل كيف في هذه الحالة عندنا بس واحد، إذا كانوا اثنين يمكن حتى أنك تحط الفيرجن مباشرة على على الباكيج وتعمل له انستليشن. مثلا قال بايك دوت 11 على سبيل المثال. هذا اكزامبل ليعطيك فكره عن استعمال الموديل عوض استعمال الباكيج مباشره. الباكيج مباشره اذا شفنا بيرل مثلا هنا يوم list per ما تشوف اللي عندك بس version 1، ما اعطتك المعلومة صح. لكن بالموديول راح تشوف انه فيه شيء ثاني اللي هو 5.24 for example now. اوكي، هذه علي مفهومة هذه؟ تفهمنا على الباكيجز؟ عندكم أسئلة؟ المهم أنك في الباكيجز، المهم في الباكيجز هو هذا الريبوزيتوري، هذا لازم تحفظه. والأهم هو هذا الأربع ولا خمس سطور اللي لازم واحد يتأكد منه. أوكي، إذا نسيتها قلنا يمكن تعملها generation باستعمال يو config manager وتحط add repo، وهنا تحط الريبو اللي حاب تحطه. أوكي، ومن بعد يمكن تتغير، يمكن تعمل يوب مانجر انيبل ديزيبل، ممكن كذلك تروح على الفايل مباشرة وتعمل موديفيكيشن عشان تعمل ليست وشو عندك فايل. يمكن تعمل ليست على كل الباكيجز، شفنا انه فيه possibility انك تعمل
ليست على الجروب، وهو مجموعة من الحزم ولا مجموعة من الباكيجز اللي يسهلوا لك أنك تحضر في السيرفر وظيفة معينة. فيه كذلك الموديول ليست اللي راح يخليك تكون عندك عدة نسخ من نفس الباكيجز على السيستم، بس انت تعمل عليهم اكتيفيشن في الشيء ولا الفيرجن اللي تحب تستعمله في هذه الحالة. هذا الشيء فيما يخص استعمال فيه كذلك شفنا اليوم ابديت تعمل بها تحيين للسيستم او ابديت، شفنا انه انفو تعطيك اكثر معلومات على الباكيج ولا على الموديول ولا على الجروب. اوكي، نفس الشيء قادر تكون هيك، قادر تكون موديول، قادر تكون جروب، وهنا تعطيك فكرة عن الباكيج. اذا واحد ما عنده فكرة عن الباكيج اللي راح يتعامل معاه يمكن تعمل سيرش. اوكي، بعض الاحيان واحد مثلا يروح عند واحد يشوفه انه يستعمل كوماند، هذيك الكوماند هي يوم، اعطينا مثال، تقول له هذا الامر كيف عملت له تثبيت، يقول لك والله ما عارف انا جاني في الفايل، كيف تتعامل معه؟ بس تطلب منه يعطيك وين جاي البينري تاعه ولا الدوكيومنتيشن اي شيء، وتاع يوم يوم وات بروفايد وتعمل. وش معناتها؟ شكون هو الحزمة ولا الباكيج اللي لازم نثبته باش يعطيني هذا الفايل؟ وهنا اعطاك معلومة انه اسمه مباشرة الباكيج اسمه يوم، الباكيج اسمه مباشرة يوم. مثلا اذا شفنا البين باتش مثلا هتشوف اللي هو بين باتش. نعطيكم تاني، شكون يعرف يجاوبنا على هذه؟ شكون الفايل ولا الباكيج اللي انستاليه ويخرج لك السلاش اي تي سي هوست؟ وش من باكيج اللي اذا ثبتته هو اللي يقوم بانشاء هذا الفايل؟ ما في إجابة؟ الناس اللي عندها binds، عندنا إجابة فيها binds. setup هذا أصلا فايل ما بيجي أصلا، هذا setup، هذا البروسيس هو اللي يعمل له لا network، لا setup هو هذه تعطيك تخليك تجاوب على كثير من الأسئلة حول أصل الفايلز في السيستم. أصل الفايلز في السيستم، شفتوا أنتوا لما شفتوا هوست راح بالكم كله النتورك، وتفكير منطقي، يمكن تكون نتورك، يمكن تكون بايند، يمكن تكون دي ان اس ماسك، يمكن تكون شيء له علاقة بالنتورك اتش تي تي بي مثلا، لكن حقيقة الأمر أنه شيء ثاني اللي هو سيت اب. لأن هذه حطوها في بالكم أنها أوبشن كثير مهمة في التعامل مع الفايلات مع يوم. أوكي، هل في أسئلة ثانية فيما يخص باكيج مانجمنت؟
تفضل مراد، ما فهمت if possible. ديسك ابجريد. انا ما نعرف هالديسك ابجريد مراد، وش قصد بيها ديسك ابجريد؟ ما تتخيل انك مثلا من فيرجن 6 تروح للفيرجن 7، ولا من الفيرجن 7 تروح للفيرجن 8 بمجرد كوماند؟ لا، فيها تحضير كامل، ما في ابجريد. مش نفس الشيء لما تكون في الكوميونتي، لانه ريد هات هي ديستريبيوشن موجهة للمؤسسات. المؤسسات أغلبها لازم تكون عندها توزيعات ثابتة، حتى في الوقت ثابتة، حتى في الوقت. حميد، الباكيج هو نفسه موديول، لكن الموديول يعطيك البوسيبيليتي أنك يكون عندك عدة نسخ من نفس الباكيج بفيرجن مختلف. أوكي، يكون عندك نفس الباكيج بعدة باكيج. شيء ثاني، سؤال تاع علي، يوم كلين اول، هذه تعمل لك مسح الهيستوري على الكاش، تعمل لك مسح على الكاش. اوكي، وتبدأ كأنك بادي من جديد. اوكي، ما تعمل مسح على استوريا، خدوا بالكم، هذه لا علاقة مع يوم كلين اول، لا علاقة مع يوم كلين اول، هذا شيء ثاني. اوكي، إذا ما في أسئلة، بارك الله فيكم على الحضور، وإن شاء الله لنا موعد غدا بحول الله في نفس التوقيت بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.